بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو رح نتعرف على طريقة كتابة أبيات الشعر. ما يميز كتابة أبيات الشعر بأنه يحتوي معروف بيت الشعر على الشطرين، الشطر الأول والشطر الثاني. طبعا حسب بيت الشعر، إذا لم يكن حر مثلا بده يكون الشطر الثاني من البيت الأول على نفس الاستقامة للشطر الثاني من البيت الثاني من حيث البداية ومن حيث النهاية. هذا لن يتم إلا إذا أدرجنا جدول بثلاثة أعمدة وحسب عدد أبيات الشعر. العمود الأول عمله زيادة للعرض، وكذلك العمود الثاني الثالث عفوا. أما العمود الثاني حيكون فاصل بين الشطرين، مش حيكون بهذا العرض. الآن نكتب بيت الشعر الأول أو أي كلام، يعني على أساس أنه يكون بيت شعر مثلا، مثلا يا ليت. نقوم بتصغير حجم الخط مثلا، تكبير العرض، أي بيت شعر. الآن هذا بيت الشعر أقوم بتحديده، بروح على الشريط الرئيسي أو الصفحة الرئيسية، بختار منه الضبط، ثم بحط بقى أضع المؤشر بعد نهاية بيت الشعر، وبضغط على المفتاحي شيفت مع انتر، على مفتاحي شيفت مع انتر. بلاحظ انه تمت كتابة هذا الشطر على كافة او على كامل عرض العمود. بنفس الطريقة بعمل لباقي ابيات الشعر. ممكن الضبط احدد الجدول بالكامل واختار ضبط مرة واحدة، لكن لانه احنا في عملية شرح الان فبدي اظهر الخطوة اكثر من مرة بالتفصيل. كنترول مع الجي هي ضبط جاستيفاي، او كنترول مع الجي، او ممكن يعني إن عنده صعوبة في حفظ الرموز باللغة الانجليزية بنضغط على اللي هي اشارة الضبط، المؤشر بعد حرف الباء شيفت مع انتر، وبأكمل على باقي المستند. نقطة ثانية، بلاحظ انه لما اجي اكتب هنا انه في مسافة كبيرة نوعا ما بين بيت الشعر الاول والثاني. كيف ممكن اقلل هذه المسافة؟ بالنقر على المسافة نفسها وبقلل حجم الخط. من الجهة الأخرى أيضا ثم إزالة حدود الجدول بالضغط على الإشارة اللي هنا لتحديد الجدول بالكامل، ثم اختيار بلا حدود من هذا المكان. بلاحظ انه بعد ما اقوم بكتابة الابيات كاملة هتكون بالتنسيق المطلوب، البداية تحت البداية والنهاية ايضا تحت النهاية. هذا بما يخص ابيات الشعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.